يقول حفظك الله: وإذا كانت الخلة من أقسام المحبة. من أقسام المحبة، هي أعلاها، هي أعلاها. إذا قلت من أقسام المحبة صارت يعني كسائر الأقسام. نعم. يقول: فلماذا لا يقال محمد حبيب الله على جهة العموم؟ لا، الخلة أشرف من المحبة، خلة أعلى وأشرف من المحبة. إذا قلنا حبيب الله نقصناه. نعم.